المعارضة السورية أمام معركتين مفصليتين، حلب والزبداني. مدينة الزبداني في ريف دمشق شهدت اشتباكات ضارية بدأت بهجوم عنيف لحزب الله وعناصر الفرقة الرابعة في الجيش السوري، وقد حققت المعارضة خلال المعارك تقدما مهما بسيطرتها على عدة حواجز محيطة بالمدينة، فردت قوات النظام بقصف الزبداني بالصواريخ والغارات الجوية. أما في حلب فسيطر مقاتلو المعارضة أيضا على مركز البحوث العلمية العسكري الاستراتيجي غرب المدينة، وبخسارة مركز البحوث فقد النظام خط دفاع مهم، فيما حمت المعارضة الأحياء الشرقية من حلب في حال قصفت من فرع المخابرات الجوية ومحيطه. في المقابل تمكنت قوات النظام من استعادة نقاط كانت تقدمت فيها الفصائل الإسلامية في حي جمعية الزهراء الخاضع للنظام. في السياق جرح شاب إيطالي يبلغ 23 عاما في سوريا، متعاطف مع قضية الأكراد على الحدود مع كردستان العراق وفق الخارجية الإيطالية.